السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد. وصلنا إلى الحلقة المنتظرة، كثير من الإخوان ينتظرون. فمع العمل أتأخر قليلا وأنا آسف لذلك. أنا جدا آسف لأنني أتأخر. اخترت لكم ما بين جبال روكي وإدمونتون ريف ألبرتا، مثال موجود في الموقع. فهناك مواقع كثيرة، مدن كثيرة أنت تختارها. هذه أرخص فرصة لرعاية حيوان يعيش في البرية، الألاباكا. هو بحال قلتي شي قنية كبيرة أو أرنب كبير. طبعا هكذا السكن موجود، الأكل 3 وجبات في اليوم موجودة، السن من 18 سنة فما فوق. أرجوك أن تستمع وتتابع معي، فهنالك من لا يشاهد الفيديو إلى الآخر ولا يستمع إلي يذهب مباشرة إلى الموقع ولا يجد ولا يعرف كيف يرسل ولا طيرا يطير ولا وحشا يسير، هكذا يقولون. أرجوك أن تستمع وتتابع معي، أرجوك إلى الآخر، هذا لمصلحتك أنت ولكي تعرف الاستمارة أين تجدها وتعرف كيف تكتب وماذا تكتب في التعليق. اخترت لكم هذه المنظمة التي لم يتم طرحها نهائيا في اليوتيوب ولم يتم شرحها نهائيا، لكي نقوم بالتقديم والإرسال إلى هذه الفرصة الرائعة جدا بين جبال الروكي وإدمونتون في ريف ألبرتا. تحياتي لكم، وأتمنى أن يجد كل واحد فرصته للهجرة إلى كندا. أي مشكلة تواجهك في الموقع فهم جاهزون لكي يجيبونك على أي سؤال. بالنسبة فهناك أسابيع لأن السعر قليل، فسوف تتطوع لمدة 4 إلى 12 أسبوع. تتطوع يعني تطوع، وسوف تحصل على الإقامة، وهذا مكتوب في الموقع. أرجوك سأريك كل شيء بالدليل وأشرح لكم كيفية التقديم والاستمارة وكيف تحصل على هذه الإقامة الدائمة، لأنك ستذهب تطوع، ولكن سيرتبون لك كيف تستقر في كندا. إذا ذهبت إلى كندا حتى لو بفيزا سياحية، وقد ذكرت هذا كثيرا، حتى لو ذهبت بفيزا سياحية فيمكنك أن تستقر. فكندا نفس مثل صندوق، إذا دخلته لن تطلع منه، ستدخل ثم لن ترجع إلا وأنت بإقامتك أو بجنسيتك أو تحصل على الجنسية والإقامة كل شيء. لن أطيل في الكلام، فهذا مقدمة ضرورية ويجب أن يعني أضع هذه المقدمة لكي نعرف إلى أين نذهب، فلن نكون تائهين في الأرض. يجب أن تعرف أين تذهب وأين تدخل. الموقع موجود في أول تعليق مثبت، الموقع موجود في أول تعليق مثبت. لا تذهب وتدخل إلى الموقع مباشرة أو تسحب الفيديو إلى الآخر، يجب أن تتابع معي أرجوك. ولا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ونشر الفيديو لكي تعم الفائدة على الجميع. فتحياتي لكم، أي سؤال يمكنك تركه في التعليقات. ذكرت لكم بعض الإجراءات البسيطة الموجودة في الموقع، وأنت عندما تتصفح هذا الموقع ستجد إجراءات كثيرة جدا، وتجد سأشرح لكم أنا الأسئلة الجواب على أي سؤال يخطر على بالك. أين سوف أسكن؟ ما هي هذه الأموال؟ الأموال التي تدفع أنت إلى الموقع، مثلا هذه 700 دولار إذا دفعتها أين تذهب؟ فهم يشرحون لك أين تذهب أيضا هذه الأموال، وسأريك أنا ذلك في هذا الفيديو، وأشرح لك كل شيء بالتفصيل الممل حتى لا يكون هنالك أي سؤال في بالك يخطر على بالك، أي سؤال ثم تقول هذه فاتتني هذه السؤال، فاتتني هذه الإجابة على هذا السؤال. فسأذكر لك أنا كل شيء. سأترك لكم هذه الرسالة وهذا التعليق البسيط لكي تنقلها وتضع مثله، تغير بعض الكلمات أنت وتكتب يعني مثل هذا التعليق لكي نقدم كلنا نفس الرسالة، لا يكون لك شك في يعني أننا متفقين كلنا على نفس الرسالة. هكذا تكتب على هذا الشكل ثم تضغط على سبميت. التي عليه نجمة حمراء ضروري أن تملأها، أي شيء عليه نجمة حمراء يجب أن تملأها. وأنا قد استعنت بحساب دنيا، الأخت دنيا، وقمنا بالضغط على سبميت هكذا،
سوف يعطيك مباشرة أنك قدمت. فهنا شكرا على تقديم طلب الحجز، سوف نتصل بك قريبا. سيتصلون بك عبر بريدك الإلكتروني أو عبر رقم الهاتف، ويجب أن تكون لديك بعض اللغة الإنجليزية لكي تتواصل معهم، أو استعن بصديق أو استعن بأحد من العائلة، أو يعني أنت تعرف كيف، كن ذكيا وعرف كيف تحصل على هذه الإقامة في 4 أسابيع ب$700. إقامة دائمة يعني في كندا بهذا السعر فشيء خيالي، ويستقبلونك في المطار، والتأشيرة التذكرة وتذكرة الطائرة فهي على حسابك. انتبه عندما تذهب إلى الموقع، فاحفظه وقرأه جيدا، وأنت فتش، اضغط على جميع أي شيء تجده أمامك اضغط عليه. كما ترى معي الموقع في أول تعليق تجده على هذا الشكل، أنت تقرأ جميع المعلومات الموجودة أمامك. كونتاكت إيز كما ترى هنا، إذا أردت التواصل معهم سأريك أنا الاستمارة من أي دولة ومن أي بلد، وسنضرب المثل باسم من أحد الإخوان في أخوات في التعليقات. تضغط على التطوع أمامك هنا، هذه هي التطوع، تضغط عليها لكي نذهب إلى ريف ألبرتا بأقل سعر، وأنت تختار من ضمن هذه الصور أين تريد التطوع، في المغامرات، في الحدائق، في الغابات، أنت تختار نوع العقد الذي تريد معهم. فمثلا نذهب إلى فرصة العمل في ريف ألبرتا في هذا المجال للعناية بهذا الحيوان. كما قلت لكم الألباكا، هذه صورة عنه موجودة. دقائق معدودة، أنا أختصر إخواني، الموقع في كندا هنا، أختصر القارة الأمريكا الشمالية. ثم تضغط على هذه الصورة، صورة هذا الذي نتكلم عنه، ثم سأريك كيف تحصل على الإقامة والإجابة على أي سؤال. فهناك أسئلة كثيرة موجودة، سوف تجد إجابتها في الأسفل هنا، في الأسفل هنا في هذه الأسئلة، تضغط عليها كذا، ثم تجد أكثر من 20 سؤال. لماذا سأدفع للمتطوع؟ أين يذهب المال؟ فالمال إذا ضغطت إلى على أي سؤال تجد الإجابة عنه، والرحلات وكل شيء. وهل أحتاج إلى تأشيرة هنا؟ هل أحتاج إلى تأشيرة؟ تجد الجواب في الأسفل. المال يذهب إلى بالنسبة للنقل من المطار، هنا ينقلونك من المطار وداخل البلد، القوارب، الخيول. فإذا كان سنك أكثر من 35 سنة فيمكنك التقديم، لأنك لديك خبرة حياة أكثر، يجب أن تعرف هذا. فبدون سن محدد، سأريك ذلك، كل شيء سأريك إياه. هنا اقرأ هذه الأجوبة عن هذه الأسئلة كلها أرجوك لكي تعرف أنت كل شيء. ويجب أن يكون لديك فحص شرطة بشهادة حسن السيرة والسلوك، تقدم بطلب الحصول على التأشيرة وتصريح العمل. إذا ذهبت معي بعد الجواب على الأسئلة سنعود، ثم تجد هنا تواريخ البدء على مدار السنة بين أبريل وأكتوبر، فهو وقت رائع ابتداء من الآن. ثم سعر الطرد ب4 أسابيع ب$795، مدة التطوع من 8-12 4 أسابيع، عدد المتطوعين المطلوبين من 2 لـ1 متطوع، وأنت أرمي الصنارة وأنتظر، فإن شاء الله تكون من نصيبك. ويبحثون عن الأشخاص الذين يحبون الهواء الطلق ولديهم شغف بكذا وهذا، أنت اقرأ كل هذا. والمكان هنا، حجم البلد هنا كما ترى، وميل مربع، مكعب، الكثافة السكانية، البلد مشهور بالشلالات، شلالات نياغرا وغابات المحيط الهادئ وشعب ودود. وعلى مدار العام عندما تقوم بالزيارة، والشتاء والتنزل، لا نريد أن نطيل نحن في هذا الكلام، أنت تقرأه. في الأعلى نجد لديتاي، ستضغط على هنا لديتاي، هذه تضغط على هذه الخانة أمامك الثانية، ثم تذهب معي إلى تضغط على هذه الأسهم الأنكليدد كما ترى واتسك. سوف تقرأ أنت هذه المعلومات كلها. سيتم توفير 3 وجبات في اليوم هنا، ليلة واحدة عندما تصل في نزل إدمونتون، وستقيم في غرفة مشتركة في المنزل أو المقطورة. ثم إذا كانت لديك أي مشكلة فنحن دائما متواجدون لمساعدتك والتوسيط بينك وبين المنظمة. هكذا أنت تقرأ وتحجز رحلتك، والاتصال من 24 ساعة على 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع في حالة الطوارئ هنا أمامك.
لا ريسبونسابيليتي تضغط عليا، كن متطوعا في المزرعة وسيتم تعيينك لبعض المسؤوليات التالية: تغذية واستعمال الحيوانات، تنظيف الحظيرة والإسطبلات، الحدائق أختي الكريمة أخي الكريم، والأعمال المزرعية الخفيفة، وستتعلم الكثير عن الخيول والزراعة بشكل عام. ثم نذهب إلى الخانة التالية وتقرأ هذا، ثم برنامج، تذكر أن هذا برنامج تبادل ثقافي حيث يشعر المشاركون، وقت وأنت اقرأ كل هذا. الالتزام بأربعة أسابيع، العمر أزيد من 18 سنة كما ذكرت لكم هنا، ولا حساسية ولا ممنوع التدخين. هكذا لمن يتابع ويستمع معي فهو يعرف. حسن من لغتك الإنجليزية ومهارات الزراعية بدون اختبار لغة، وفرصة للعيش مع عائلة كندية وتجربة ثقافية. أنت تقرأ كل هذا، سأريك أنا. التذكرة غير متضمنة، فأنت سوف تحجز تذكرتك، وهنا مساعدتك في الرحلات أو الإقامة التي ترغب في ترتيبها على حسب مهنتك التي تعمل فيها. أنت بعد مضي 4 أسابيع سوف تقدم على طلب الإقامة الدائمة في مهنتك، وتجد عقد عمل عبر مشغل وأنت موجود في كندا. هكذا الإقامة التي ترغب فيها. ثم تقوم بقراءة كل هذه المعلومات الأخرى لكي تعرف. هنا يقع المشروع في ريف ألبرتا بموقع جميل بين إدمونتون وجبال الروكي، فرصة كبيرة للتنزه وكل شيء. يمكنك أن تتواصل معهم في كونتاكت هنا في الأسفل. الاستمارة سأريك إياها الآن. بعد أن تختار هنا ستذهب ديوراسيون 4 أسابيع، ثم تختار تاريخ البدء، تضغط على هذا السهم، وهنالك السنوات من 2022 و24. أنت تختار السنة التي تريد أن تتطوع فيها، فهنا كل السنوات أمامك. فمثلا 2022 أريد التطوع في أكتوبر، هنا في شهر 10 أو في شهر 9 تضغط عليها، ثم تضغط على انكوير ناو. هنا أمامك تضغط على انكوير ناو، يعطيك الاستمارة. هنا تبدأ في ملء هذه المعلومات: الاسم الأول، الاسم الأخير، عنوان بريد إلكتروني، رقم هاتف، والدولة، ثم التعليق. سأقوم بلصق تعليق أتركه لكم في صندوق الوصف لكي تقوم بمثله مثلا، أو تحسن منه، تقوم بكتابة على هذا الشكل لكي لا نرسل كلنا، يعني مثلا كل المتابعين يرسلون نفس التعليق، لا هذا خطأ. ثم تضع الاسم الأول، سنستعين بأخت دنيا مثلا. هكذا أنت تكتب الاسم الأول والاسم الأخير، بريد الإلكتروني، رقم الهاتف، 212 المغرب، 213 الجزائر، 0020 المصر مثلا، والدولة تكتب هنا دولتك مثلا، موروكو، المغرب، الجزائر، تونس، الأردن. حتى إذا كنت مقيم في دولة أوروبية يمكنك أن تكتب اسم هذه الدولة، ثم سبميت. سأقوم بملء هذه البيانات وأعود إليكم لكي نضغط على سبميت وترى كل شيء. ثم يعطيك شكرا على تقديم طلب الحجز، سوف نتصل بك قريبا، ويجب أن يكون بريد إلكتروني صالح وصالح للاستعمال باسمك ونسبك. وأتمنى لكم حظا موفقا. أي سؤال يمكنك تركه في التعليقات. اقرأ جيدا الموقع، اقرأ جميع ما شرحت أنا، فقد بسطت لكي لا أطيل في الفيديو، بسطت كل شيء لكي أنت تقدم بالطريقة الصحيحة. أرجوك أرجوك أن تكون قد تبعت معي وعرفت أين تذهب. التطوع فوق كما ترى أمامك، يجب أن تذهب إلى التطوع، وأنت هنا البحث والموقع لديك، اختر ما تريد واذهب إلى أينما تريد، فكل شيء أمامك هنا. ولا تنسى أن تتصل بهم إذا تأخروا في الرد عليك، أرسل لهم رسالة عبر كونتاكت يوز، إذا ضغطت عليها سيعطيك أن تتواصل معهم باسمك وبلدك والموضوع والرسالة، تكتب أنك أرسلت الاستمارة وتريد التطوع في أقرب وقت ممكن. ويمكنك أن تذهب إلى أي مثلا المغامرات، هنا نضغط على هذه المغامرات، ثم أنا أسرع، ثم تنزل للأسفل تجد كندا في الأسفل هنا، أيضا سكتلندا، أيسلندا، فهناك دول أوروبية هنا في كندا، والتدريب مدة 8 أسابيع ب 1500 دولار. أنت تبحث وهنا تحت تجد الصفحات، أيضا هنا الصفحات، أنت تختار، تعود ثم تذهب وتدخل إلى أي فرصة مساعدة الناس على حسب أنت ماذا تريد، ثم تذهب وتبحث عن الدولة التي تريد الذهاب إليها. مثلا أريد أن أذهب إلى كندا، فسأبحث
عنا في جميع هذه الصور، تضغط على الصور التي فيها الفرص. ثم هنا في كندا أيضا 8 أسابيع 1200 دولار، يمكنك الاعتناء بالحيوانات والناس، وهناك الكثير من المجالات، اسكتلندا، أيسلندا وكندا. أتمنى لكم حظا موفقا.